ثم وسن التسبيب لأذان صبح، وهو أن يقول بعد الحي على التين الصلاة خير من النوم مرتين. أذان الصبح يعني الصبح أذان يعني قبل الفجر بعد نصف الليل، وكذلك بعد الفجر. في هذين الأذانين التسبيب، تسبيب ما معناه؟ يعني ذكر الثواب، هذا معناه. ثواب يعني ذكر الثواب، ثواب أي شيء يعني بيان الفضل معناه. فإذا يقول الصلاة خير من النوم مرتين، ماذا متى هذا؟ بعد حي على التين، حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثم ويسبب لأذان فائدة صبح وكره لغير صبح. ممكن جميع الناس ناموا بعد ذلك استيقظوا، أو أولا استيقظ المؤذن ثم يؤذن، لا ينظر إلى أنهم ناموا، فهذا خاص بأذان الصبح. فإذا لو فاتته صلاة الصبح ثم وهو يقضي مثلا بعد الظهر في النهار، هل يثوب؟ نعم يثوب نظرا إلى الأصل. وكذلك الترجيع، سنة تثويب وترجيع، ترجيع يعني هذا الإرجاع، ترجيع التكرار، تكرير. إن كيف يكون هذا التكرير؟ ما معنى الترجيع؟ بأن يأتي بكلمتي الشهادتين مرتين سرا، أي بحيث يسمع من قرب منه عرفا قابل الجهر بهما للاتباع، ويصح بدونه أيضا. فإذا وهو يرجع، ما معنى الترجيع؟ أن يأتي بكلمتي الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. كم مرة؟ مرتين مرتين. فإذا أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، هكذا مجموع أربع مرات. كيف يأتي بهما؟ بها سرا يعني لا جهرا. متى يأتي بها سرا؟ قبل الجهر بهما. فإذا أولا الله أكبر أربع مرات، بعد ذلك يأتي بكلمتي الشهادتين مرتين مرتين سرا، ثم يجهر بها. هذا هو الطريق المشروع. إذا هذا للاتباع، يعني هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نعم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك أفعل هكذا أولا سرا ثم جهرا. ما حكمة هذا السر ثم الجهر؟ هذا يعني هذا التوسيعة في التدبر، في معنى يعني تدبر في معنى كلمتي الشهادة، لأجل ذلك هذا التكرير يسهل التدبر معنا هنا. ثم كيف صار هذا ترجيعا؟ معنى الترجيع يعني التكرير، فالتكرير يكون يعني بالجهر لا يكون بالسر. فإذا ما معنى الترجيع؟ ترجيع يعني يكون هذا سببا للتكرير، هذا تسمية بالسبب، الاتيان بكلمتي الشهادتين هكذا سرا يكون سببا لكون الجهر مكررا هكذا. ثم وجعل مسبحتيه بصماخيه كذلك، ويصح بدونه، يعني الأذان يصح بدون الترجيع، الترجيع يعني سنة خاصة للأذان. ثم وجعل مسبحتيه بصماخيه، هذا أيضا سنة، يجعل مسبحتيه بصماخيه في الأذان دون الإقامة. لماذا؟ لأنه أجمع للصوت. فإذا الأذان يعني ما يطلب فيه رفع الصوت وإعلاؤه أكثر من رفع وإعلاء صوت الإقامة، حتى يسمع الأذان إلى أطراف المحلة، أما الإقامة يكفي يعني إسماعه إلى أطراف المسجد وهكذا. لأجل ذلك يعني يجعل مسبحته بصماخيه دليل سنيته، لأنه حكمة سنيته، لأنه أجمع للصوت. نعم. فإذا الذي يؤذن لنفسه بخفض الصوت هل يشرع له؟ لا يشرع له. لماذا؟ لا يطلب منه هذا رفع الصوت. أين يطلب رفع الصوت؟ عندئذ يجعل مسبحتيه هكذا.
وقضيتهما أنه لا يسن لمن يؤذن لنفسه بخفض الصوت، وبهما علم سر إلهاقهم لها أي الإقامة به اللذان في الالتفات لأنه أجمع للصوت. قال شيخنا: إن أراد رفع الصوت به يعني في الأذان أيضا ليس هذا مسنونا على الإطلاق، يعني جعل المسبحتين في بصماخين ليس مسنونا على الإطلاق، بل لو أراد رفع الصوت به يجعل مسبحتيه لصماخيه وإلا لا يجعل رفع الصوت به يعني بالأذان. وإن تعذرت يد جعل الأخرى أو سبابة سن جعل غيرها من بقية الأصابع. وإن تعذرت يد جعل مسبحتيه بصماخيه هكذا قال. فإذا لو تعذر جعل المسبحة جعل المسبحة لو تعذرت يد نعم لا يمكن له جعل مسبحة يد واحدة، ماذا يفعل؟ جعل الأخرى هكذا يعني الواحدة فقط، أو سبابة يعني تعذر سبابة سبابة يعني تعذرت سبابة، سبابة المسبحة واحدة، فإذا سنة جعل غيرها من بقية الأصابع هكذا. ممكن في السبابة جروح هكذا أو يعني إصابة هكذا أو في يد واحدة هكذا، لا يمكن يعني رفعه المؤذن يعني يده الواحدة شلا هكذا مشاكل. فإذا حسب إمكانه يفعل. ثم وسن فيهما في الأذان والإقامة قيام. وسن فيهما قيام واستقبال وتحويل وجهه فيهما يمينا في حي على الصلاة وشمالا في حي على الفلاح هكذا. نعم. وسن فيهما أي في الأذان والإقامة قياما، فإذا هو يؤذن ويقيم قائما غير جالسا. نعم. فإذا وهو يؤذن ويقيم قائما غير جالسا ولا ملتجئا هكذا. القيام سنة. وأن يؤذن على موضع عال ولو لم يكن للمسجد منارة سنة بسطحه ثم ببابه، فكذلك سنة أخرى. وأن يؤذن على موضع عال يعني على موضع مرتفع، فإذا عادة تبنى للمساجد منارة للأذان فهذا يكون موضع مرتفع يعني موضع عالي، فإذا المؤذن يسعد هذا الموضع المرتفع ثم يؤذن. لو لم تكن يعني للمسجد منارة فماذا يفعل المؤذن؟ يعني يسعد سطح المسجد ثم يؤذن لأن يكون الأذان على موضع مرتفع. لو لم يكن المسجد سطح المسجد صالحا للصعود لا يمكن بسبب الضعف أو المسجد ليس مثقفا أو يعني ليس هناك سلم ولا طريق للصعود هكذا، فماذا يفعل؟ هو يؤذن بباب المسجد ثم ببابه هكذا. هذا كلها لأجل انتشار صوته إلى ووصول صوت الأذان إلى مكان بعيد، هذا صار يعني مشروع. إذن هذا الأذان فقط بغير الإقامة بخلاف الإقامة. أما الإقامة يعني لا تسن في موضع مرتفع. ثم هذا هل يقيد بإرادة رفع صوت المؤذن؟
مثلا المؤذن لا يريد رفع صوته، هل يسن له للأذان موضع النال؟ نعم. كتب هناك أي مطلقا موضع على موضع النال، أي مطلقا أي سواء يحتاج لرفع الصوت أم لا، هكذا. وهذا لأجل الاتباع، لذلك لا ينظر هل هناك حاجة أو ليس بحاجة. على كل حال، على طريق الإطلاق يؤذن على موضع مرتفع. فإذا في هذه الأيام أيضا هكذا، مع وجود يعني المجهر، مجهر يوصل صوته إلى بعد بعيد، مع ذلك يسن المكان المرتفع. نعم. لذلك في بعض المساجد يبنى هذا المكان المرتفع لأجل الأذان. ثم واستقبال أيضا للقبلة، فإذا يؤذن ويقيم مستقبلا للقبلة، هذا استقبال للقبلة سنة لهما. وهذا الاستقبال إن لم يحتاج إلى غيرها، غير القبلة، ممكن المؤذن يحتاج إلى غير القبلة، يعني الالتفات إلى غير القبلة. وهذا مثاله تكون المنارة وسط البلد، يعني المسجد في وسط البلد، تكون منارة المسجد أو منارة يعني على حدة واقعة في وسط البلد. فماذا يفعل المؤذن؟ يعني هو يسعد ثم يدور حول المنارة، هكذا ذكر قليوبي. فإذا في غير هذه الحالة فلا حاجة يستقبل للقبلة. كرهت وكرهت تركه، ترك الاستقبال مكروه، وهذا مع القدرة على الاستقبال. ثم وتحويل وجهه فيهما يمينا وشمالا، هكذا تحويل الوجه فقط إلى الصدر. لماذا؟ لو حول صدره يفوته استقبال القبلة، إذا استقبال القبلة بصدره، فإذا يحافظ على هذا الاستقبال بصدره ثم يحول وجهه فقط، الذي قال وتحويل وجهه للصدر، هذا مثل الذي يسلم من صلاته، عندما يسلم من صلاته ولو كانت الصلاة صلاة جنازة لا يحول صدره بل يحول وجهه فقط، يلتفت بوجهه فقط في السلام. كذلك هنا في حيالتين يحول وجهه، يلتفت بوجهه فقط يمينا مرة في حيال الصلاة في المرتين، يعني هيا على الصلاة مرتان، كذلك هيا على الفلاح مرتان. إذن كم التفاتة؟ التفاتان فقط. نعم، هذا الذي قال يعني فيهما يمينا مرة وشمالا مرة. فإذن كم التفات؟ يعني التفاتان فقط، ليس أكثر منهما. هذا مع أن الحيالة أربعة، هي على الصلاة مرتين، هي على الفلاة مرتين، بهذه المجموعة أربعة. في هذه المرات الأربعة مرتان من الالتفات فقط، هذا الذي قال تحويل وجهه إلى الصدر فيهما في الأذان والإقامة يمينا مرة، تحويل وجهه مرة في هيا على الصلاة في مرة في المرتين، يعني هذا بدل من في هيا على الصلاة. فإذن يكون المعنى هذا تحويل وجهه يمينا مرة في مرتي هيا على الصلاة، في مرتي هيا على الصلاة، هكذا. ثم يرد وجهه للقبلة، ثم يستقبل بوجهه القبلة، يعني بعد التفات تحويل مرة. فإذا كيف يكون هذا؟ كتب القليوبي هناك
فيبدأ مستقبلا، يعني هذا التفات تحويل الوجه يبدأ مستقبلا ويتمهما معا ملتفتا. يتمهما يعني يتم المرتين لحي على الصلاة، يتمهما معا كيف ملتفتا. وكذا يسارا في مرتي الحي على الثانية أيضا. فإذا هكذا يبدأ ثم ينتهي الالتفات وينتهي من مرتين لحي على الصلاة هكذا. فإذا مرة الالتفات والتحويل إلى اليمين، عندما ينتصف يتم المرة الأولى لحي على الصلاة، ثم من النصف أيضا يبدأ يعني المرة الثانية لحي على الصلاة وهكذا ينتهي. فإذا هذا تحويل واحد، نصف ثم نصف هكذا، كذلك إلى الشمال نصف ثم نصف فقط، ليس هناك أكثر من مرتين للتحويل والالتفات. نعم. فإذا هذا في حي على الصلاة هو حال من تحويل وجهه مرة، وهذه المرة حال كونها في مرتي حي على الصلاة. المرة الواحدة للتحويل يمينا حال كونها في حي على الصلاة، في مرتي حي على الصلاة هكذا يكون المعنى. ثم وشمالا، يعني الناس يخطئون هذا التحويل كثيرا، بعضهم يعني يحولون أربع مرات، أو يعني في مرة يعني يحول وجهه ثم في المرة الثانية يرد وجهه إلى القبلة، ليس كذلك أيضا. يعني هذا تحويل نصف في المرة الأولى ثم نصف في المرة الثانية. فإذا رد الوجه إلى جهة القبلة بدون حي على الصلاة، يرد وجهه هكذا في المرتين ثم يرد وجهه، هذا ثم يرد وجهه يعني بعد المرتين يرد وجهه للقبلة هكذا. ولو لأذان الخطبة أو لمن يؤذن لنفسه، هذا الالتفات والتحويل يسن ولو كان الأذان لأذان الخطبة، أذان الخطبة يعني بعد جلوس الخطيب صعود الخطيب المنبر، هذا معنى أذان الخطبة. يعني الناس حاضرون هناك، ثم لماذا يلتفت ويحول؟ هذا التحويل يعني لإيصال صوته إلى الجانبين. فإذا هكذا استشكل وقال بعض لا يسن لو كان الأذان للخطبة، لكن رد عليه نظرا إلى الأصل. كذلك من يؤذن لنفسه وهو لا يريد أن يوصل صوته إلى الآخر ومع ذلك يحول. وفيه يعني حكمة أخرى، يعني إدبار الشيطان لو حينما يسمع الشيطان صوت الأذان يدبره، ثم بعد فراغه من الأذان والإقامة يقبل كما ورد في الحديث. فإذا الحكمة هذه الحكمة موجودة، يعني وهو يوصل صوته وينشر صوته إلى جانبه الأيمن والأيسر، لماذا؟ لإبعاد الشيطان من هذه الجهات أيضا، فهذه الحكمة موجودة. ثم ولا يلتفت في التثبيب على نزاع فيه، التثبيب يعني قول المؤذن الصلاة خير من النوم كما سبق. بعض قال في هذا أيضا يلتفت، لكن الراجح أنه لا يلتفت.